صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقرة على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريج الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس والليسانس والماجستير، وذلك للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين ذكور إناث خريج الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس الليسانس الماجستير للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة. وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، وهو tanseeq.mod.gov.eg لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً. وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024.